دكتور سعيد شلبي، أستاذ الأمراض البطنة والكبد، ومؤسس ورئيس قسم الطب التكميلي السابق بالمركز القومي للبحوث، وأستاذ بالقسم حاليا. الحقيقة أتكلم على الطب الشعبي. الطب الشعبي أصبح ضرورة، وأصبح اللجوء لي يعني منجاه من مشاكل كثيرة في الوقت الحالي، لأن الأدوية قد تكون غالية الثمن، أو قد تكون مش متوفرة، أو في بعض الأحيان غير فعالة، فهنا بيلجأ المريض إلى الطب الشعبي. حقيقة إن حالات العطارة موجودة في مصر من أكثر من 100 سنة، وإن الناس بتلجأ لها في التداوي. وفي نفس الوقت الدولة في مصر اهتمت بإنشاء قسم الطب التكميلي في المركز القومي للبحوث من حوالي ما يقرب من 20 سنة. أيضا بيشرفنا إن احنا كمصر كنا ممثلين في المؤتمر اللي عقدته منظمة الصحة العالمية في جزيرة ماكاو بالصين، وده كان عشان تقديم ممارسات الطب الشعبي. الطب الشعبي مهم قوي ان احنا ما نتركوش للعطارين او لبعض الممارسين اللي هم مش متخصصين في الطب، فاحنا الطبيب هو اللي يمارس الطب الشعبي احسن. والعالم كله بدأ يعمل بعض كليات المعالجين وبعض صيدليات الأعشاب وبعض الممارسات والتقنين للطب الشعبي، اللي هو ممكن يخلي المريض ده يتعرض لبعض الآثار الجانبية اللي هي بتنتج عن إساءة أو إساءة استخدام الطب الشعبي. إن شاء الله في تساؤلات كتيرة هنجاوب عليها إن شاء الله. شكرا.